بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب النكتة ابن الحظ ابن الليل الرئيس عبد الفتاح المكسيكي عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. خايف لنكون احنا خايف اجمد كده ولا مش... لا بص ما تعيطش. خايف لنكون احنا بنجحد او جاحدين مع كرم ربنا علينا. ايه هو دي يا مؤمن؟ الكلام ده اتعمل مش ده الكلام اللي انا بتكلم فيه ده اتعمل مع دولة مستهدفة بإرهاب وتطرف وجماعات قاعدة تتكلم ليل ونهار وعناصر بتتكلم بكلام لا يليق والله العظيم. اللي اتقال ان انت متجوز هلا زايد هو لا مؤاخذة مثلا حد قال مثلا ان في حد لا مؤاخذة انا اسف يعني كان بينط عليك بين الكذب الكذب والبهتان والإفك و يعني مش ممكن افتتاح المشروع الزراعي ده ان هو برضو ايه ما قدرش يمسك نفسه وكان لازم يرتجل ويقول الكلمة بتاعته. مش هو ده المؤتمر الرد على الشائعات هو التاني لسه من يومين تلاتة بس هو يعني برضو ما قدرش يمسك نفسه. ولكن ربنا موجود ومطلع وشايف ومفيش كلمة هتتقال او تتكتب الا ما صاحبها هيتحاسب عليها مش مني من ربنا. انا مش عارفة الصراحة ازاي انت طالع ترد في مؤتمر هو اصل وصدقة جارية وفجأة بقيت بتدعو للدين والزبيبة طلعت والسبحة هو الدين بيقول ايه وفجأة بقيت من اولياء الله الصالحين. ايه ده مش مكسورين من نفسك وانتوا بلابيس كده وانت وشك علينا حتى تانية بلابيس كده بلابيس ايه يا جدع انت ده مولي السيد العريان مولي ايه سيد العريان سيد العريان ايوه انا جاي معاكم جاي معاكم استنوا مدد يا عريان مدد. اذا كنتوا بتؤمنوا ان في ربنا اللي بيكذب واللي بيقول افك وبهتان على الناس اذا كان هو مؤمن ان في ربنا الكلام ده هيتم الحساب عليه وصاحبه اللي هو بقى بيساء لي معرفش الكلام ده هتعرفوه يعني اللي هم بيكتبوا كده دي صدقة جارية. يا عبد الفتاح يا سوسو صدقة يا دكتور مصطفى صدقة جارية يعني كل مسؤول في الدولة يساء لي ويتقال فيه كلام مش مظبوط كذب. لا لا يا فتانة يعني أنا مواطنة عادية لما بيجيلي شكاية ولا بشوفها ولا برد عليها ولا بفتحها واللي بيطلع إشاعات ويقول دي عندها قضية دعارة إعارة يا حاجة إعارة بنتك طالعة إعارة ولا بلتفت إن أنا حتى رد على الهبل ده. أنت رئيس جمهورية إزاي طالع ترد عليا إلا لو على راسك بطحة. يا فتانة يا اللي خطيبك بيضربك وأنت مبسوطة ما أنا لما أطلع أرد على حاجة اتقالت عليا يبقى أنا على راسي بطحة. إيه بقى يا شيخة ربنا يهد المفتر يا شيخ. ده خبر اسود على الجبروت بتاع الستات سواء بقى تقصد او ما تقصدش لان انا قلت قبل كده ان المراه لا يصدق ويتحرى الصدق. يتحرى الصدق ده انك لا تبلغ ما لا تعلمه. يا حي من قلبي من ال وانته من ال وانا من ال اللي بعد قال لي كمل بالله عليك انا بحب الحواديت دي قوي وبعدين يلا امشي هنا انت بتعمل ايه هنا حرس ساعتك يا باشا وحرس ساعتي بيعمل ايه في اوضه النوم حسينا ان في خطر على حياتك يا باشا خطر على حياتي طب اتفضل يلا حبيبي وانت عباس ساب العربيه وبتعمل ايه هنا يعني هي جت عليا انا يا فندم انا لقيتهم طالعين طلعت انا وراهم وربنا يخليك لينا بقى. يلا عباس اللي بعد وهنا مش هنسى ان انا اقول ان جنة مصر هي برضو هي مية تم معالجتها محطات معالجة ثلاثية متطورة يا دكتور مصطفى. بقول كده ليه عشان الاعلام هو بيتكلم عن ده هتجد يقولك انتوا بتعملوا الكلام ده بتجيبوا المية منين وكأن احنا لا دي المية دي بتيجي يا جماعة لم نزد عن استخداماتنا من المية واحنا حريصين على ان احنا نستفيد بالمية اللي الحصة بتاعتنا. غلط وانا كنت مستنيه ده امبارح هتقول لنا بعد ما هيتم بناء سد النهضة اثيوبيا هتعدلنا قد ايه اصل انت وزير الخارجيه بتاعك كل شويه بيطلع يعيط بيطلع ينوح زي الست اللي جوزها هاجرها. طب ما تقولوا لنا قد ايه يعني انت عامل الخطه دي وانت مش عارف الميه اللي جايه لك قد ايه ولا عارف ومش عاوز تقول لنا عامل هلا مفاجاه ولا عارف ومش عاوز تقول لنا عامل هلا مفاجاه عايز تربعها على دماغ اللي سرقوها وخربوها يا جول يلا خليهم لكن بيني وبينك الواحد ما بيعرفش قيمه الحاجه الا لما تروح منه. بص الحمار بيعمل ايه في النيل عارف ان الميه راحت قال لابيب حب يدحرج الماسه دحرج يا اخويا دحرج
مش عليك حق عليا انا حقي مش عليك ما كنت علي حقي مش عليك حقي مش عليك مش ذنب انك جبتلي زهايمر يا جدع على ايه قشطة جدا فليلا بينا. صباح الخير يا فرانس عاملين ايه؟ انا ما كنتش ناوية اعمل فيديو غير يوم السبت اللي هو اليوم الاجازة بتاعي بس طبعا بلحة وابنه وطبعا طارق عوضي يا فتانة يا ديوس يا خواجة اديله يا دكتورة اديله اعتماد دينا صارف عليها دم قلبه والله بايع الفقدانان اللي حضانا الله الوكيل عشان تكمل عالمها يا قواد محدش قبل كده قالك انك قواد الشتيمة دي لا دي مش شتيمة دي معناها انك معرف الناس ببعضيها رايح تدي رقمي لـ30 شخص بتوزع الرقم بتاعي وبأوسخ الألفاظ ومش عارف ايه يا ابني دي طريقة نسوان يعني انتوا بتعملوا كده عشان تردوا هالة وتبوسوا لها التوتة يا ريت ينفع معاها اه صحيح دي عايزة رقبة ازازة ها؟ انت الموضوع ده بيجي معايا عكس اصلا مش زيكوا يا حبيبي مش منبطحة الموضوع ده بيجي معايا ان انا بقوم مكررة بقى ايه اطلع بالمستندات كان في ناس في اجهزه الدوله ناس محترمين اللي هم اسيادكم بيكلموني للتفاوض وقالوا لي ما يصحش ان انت تطلعي السيديهات ودي سمعه مصر قدام العالم وانا كنت بتفاوض على الناس المحبوسين وعلى فكره يا معلم التفاوض كان ان هم اي حد مضايقني هيتشد اللي بعده بقول لك ايه يا بلحه حط جنبك 1000 بودي جارد وحط جنبك كتيبه تحميك هنصطادك هنصطادك انتصار انت خايفة على بسكليتة ومقعدة جنبك هو سافر فين مش انتوا عمالين تقولوا روسيا بس هو لا في اسرائيل لا في السعودية وجاي لي ارقام من السعودية بالتهديدات امبارح ده انا هفشخكم يا عم استنى المحزوز اطلع على المسرح يا جدعان المحزوز اطلع على المسرح يا جدعان اسمه في السما ده على المريخ البلاغات اللي جت اللي انا رحت عملتها امبارح عشان كده ما نزلتش بالفيديو رحت عملت البلاغات هنا وكندا اللي هترد عليكم وطبعا اتهمت فيها بلحه وابنه لان التهديدات من وراكم ولا يا طارق يا عوض يا اوراني منور يا حاج حجه وطبعا مفيش تفاوض يا طارق يا عوض يا اللي بتحاول تكلمني تتفاوض تاني مفيش تفاوض خلصنا اجهزه الدوله الناس المحترمه اللي بتكلموني وبتقولوا لي ما يصحش ان التوته بتاعت محمود تبان قدام العالم ودي سمعه مصر وكده عماله تخيل كده الافكار احنا بشر انا متخيل هتطلع لنا حودة خلفية حودة العسكرية قدامنا انت متخيل محمود هيحصل فيه ايه بعد كده انا اسفة ليكو جدا مفيش تفاوض خلاص وان انا اول ما يتفتح بلوكات الفيسبوك هنبتدي ايه نعرض جده جالنا من صباحية ربنا وقال ايه الواد وحش قوي وعايز يشوفه وكمان عايز يوديه جنينة الحيوانات ويركبه السيسي صاحبنا بقى سمع الكلام ده شبط في جده ومرضاش يسيبه ابدا والعرض هيفضل مستمر بقول لك يا فتانة سلام على جنب بس حسين رجولة حسين بس على سكتك يا صاحبي ماشي الله يكرمك الله يحنن عليك يا صاحبي مقهن مقهن وانت مع الجريدة جالس لا لست وحدك اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش